إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفعل لمريم والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ كل لها حين الولادة حالة، منها عقول ذوي البصائر تذهل، شوف المقارنة بين ولادة مريم وولادة فاطمة، هذه لنخلة هذه لنخلتها التجت وتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، وضعت بعيسى وهي غير مروعة، وضعت بعيسى وهي غير مروعة، أن وحارسها السري أبسل، هاي حالة مريم. أما فاطمة وإلى الجدار، وإلى الجدار وصفحة الباب، وصفحة الباب التجت خير النساء فأسقطت ما تحمل، والله يا الباب يا الباب يا الباب، أنا لبست الحزن طول الدهار، جلباب يا الباب يا الباب، والله ذي بقت الافكار، يا الالباب يا الباب، انا ارشديك اسالك محسن وين محسن وين سقط، يا الباب يا الباب، والله من عصره ويا الزهرة الزكية، والله من عصره والزهرة، زكية إنا لله وإنا إليه راجعون.